يقول: سماحة الشيخ، نرجو منكم توضيح حكم الاقتداء برؤية هلال رمضان من بلد لبلد، وهل يجوز لمن يعيش في دولة أخرى أن يعتمد على صيام المملكة لأنها تصوم وتفطر بالرؤية، وما حكم الاقتداء أيضا بالفطر في البلد الذي نعيش فيه بالمملكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الهلال، رؤية الهلال يصام عليها ويفطر عليها. في أهل البلد الذي رؤي فيها الهلال يصومون جميعا، أما البلاد الأخرى التي تختلف المطالع فيها فيصومون برؤيتهم هم، يصومون برؤيتهم هم، فإذا صام المسلمون فصم معهم، وإذا أفطروا فأفطر معهم، ولا تنفرد عن المسلمين.